احنا كده خسرانين، احنا نبي نحل، ما نبي الامور هذه. بس بقول لك شيء، شنو تغير في علي الخالدي لما قدم مسرحيه كنتاكي على ورث بابا خرابه، بابا خرابه الى شوك عيني؟ حلو. قعدت لك يوم، قعدت يوم قلت لك اكشن بنولع. طبعا اكيد كنتاكي كان من اخراج المخرجه البارعه، اللي هو كان اول عمل لها اخراج بالاسم الصريح. كانت تخرج بس مو بالاسم الصريح، لكن اول اسم باسمها الصريح الست اسماء صفاء، كان عمل كنتاكي عمل جماهيري جمع النجوم بعمل واحد، رغم كان هنالك فراق كبير. يعني كان فراق ما بين النجم ماجد ياسين وقاسم السيد وباقي الفنانين، كل من بطولة بعمله، لكن هي استطاعت أن تجمع النجوم بعمل. استمر العمل لثمان أو سبع أشهر بعرض متواصل. انتقل العمل من المسرح بسيط إلى أكبر مسارح العراق والمسرح الحكومي الوطني. تواصلنا بالإبداع، تواصلنا بالعدد الكبير. الفرق ما بين شوك عيني ومسرحية ورث بابا خرابة، ورث بابا خرابة أكثر من سنة نعرضها، لكن عني أنا مثل ما أنت ذكرتي هنالك فرق كبير. شنو اللي تغير؟ العطاء، التجربة، كيفية التعامل مع النجوم، كيفية تكونين مساهمة للرفع حتى يكون هو مسيطر النجم، تطوير الرسائل اللي انت، انا مو كوميدي، انا رسائل هادفه ساميه، رسائل محبه وسلام، ناقده ولاذعه، نقد لاذع لكل فاسد، اقصد سياسي، لكل فاسد تكون رساله لاذعه. تطورت حتى اصبحت يمكن من اقول رسالتي او من ادي رسالتي بعملي، ينهالون بالبكاء، يتصاعد التصفيق، فاكيد اكو تطورات تصير. أنا يعني قبل انسحابي بالعمل الأخير، هو العمل الأخير اللي اشتغلته ويا أسماء كنت مرتاح جدا. حلو. بس شوك عيني صار عندك دروب قوي، صار عندك مشكلة، تطورت إلى نقابة التمثيل في، نعم، في بغداد. لا مو شوك عيني، أنا شوك عيني اسمها. شوك عيني كنا. لا أوقفوك قالوا ثلاث سنوات ما راح ما انت ممثل. لا نسيت شنو اسم المسرحيه. بعد قلت لك انا هذا نهايه العمل كانت مسرحيه كنتاكي، وتحولت لمسرحيه اخرى كذلك من المسرح الوطني. وكان دعوه من فنانين كبار من خارج العراق وعمرهم ما قدموا بعد الاحتلال والتغيير، فكان تواجد اسماء مهمه من فنانين، وكان عم بس انا ما كان اكو انسجام ما بيني وما بين المخرج، كان اكو خلاف مستمر، كانت عندي شروط كان من المفروض ان تتوفر اثناء العرض لم تتوفر، يعني اجلت هذه الشروط. ليش ما اجلت توقيع العقد الى ان يلبي لك الشروط؟ يعني شوفي الامور قاعد تمشي، يعني شوفي على حكم من هو البطل، على حكم من هو المنتج، على حكم من هم الزملاء، يمكن تتجاوزين بعض الاشياء اثناء التمارين، فكانت هي الشروط مو حصريه الي. القضايا مو قضايا ماديه، انا ما انا باعمالي اخذ الفلوس مقدم. ما كان الخلاف وياهم موضوع مادي، كان الخلاف كانت مواضيع فنيه بصالح المشاهد وللارتقاء بعطاء عمل خصوصا بالمسرح الوطني. ونحن كنا متواجدين بعرض ناجح اللي هي مسرحيه كنتاكي، فعلى الاقل لما يكون عمل بعده لازم يكون بافضل منه او بمستوى. اوكي. كان اكو هنالك خطا بدخولي بخروجي بباقي الممثلين، طلبت اشياء انتاجيه بعد، تعرفين العمل المسرحي الكوميدي تكون مشاهد ولاده وتطلع المشاهد بعدين. اي ارتجال. كانت مشاهد ارتجلناها حصلت فدا كبير، ثبتناها، طلبنا عليها اشياء لم تتوفر. يوم بعد يوم بعد يشوفين المسرحيه تركت اصلها، تعمدت على المشاهد اللي احنا ابتكرناها. اوكي. فكان اكو خلاف، طلبت من المخرج. عندكم رقابه؟ عندنا رقابه. اوكي تتابع شلون ترد مره واحده داخل العرض تسوي شو اسمه؟ لا لا بعد التمارين. بعد التمارين؟ هي تكون فكره نتمرن عليها تحبك تطرق.
تطرق بس لازم الرقابه تشوفها قبل. لا لا طبعا احنا كل عمل عندنا رقابه، ورقابه مشتركه ما بين نقابه الفنانين ودائره السينما والمسرح والسياحه. لا لا اكيد هذا يخضع له وبموافقه. اقول لك احنا نعرض بمسرح وطني، يعني بمسرح حكومي، يعني بانظارهم، يعني ما ممكن يمكن تصير اكو تجاوزات او اشياء لا ترتقي بالمشاهد او المتفرج بمسارح اخرى، لكن في المسرح الوطني ما من الممكن، لان انت طول العرض مدير دائره المسرح ومدير المسارح هو متواجد بالمتابعه، فعليه كانت الشروط ما متوفره يعني تصاعدت الاشياء. اي فانت رحت زعلت ومشيت وسافرت. سافرت من المسرح الى المطار. ايش دعوه ليش؟ يعني قلت لك حتى لا يكون تاثير علي وارجع. انت لو زعلان مع مرتك ما مسيدة ما رحت المطار. لا شوفي انا اريد اظهر بابهى واكمل صوره امام جمهوري، لكن اطلع بهذه الصوره المترهله يعني يمكن ما كذا، ويمكن انا الخطأان. خطا طبعا ان لازم انت تعطيهم مهله انه يجدون احد أعطيت مهلة. بديل. صدقيني انا ما اعطي مهله، لكن يمكن بالتالي صارت سوء فهم، بالتالي هو المخرج والانتاج اساتذتي ومحترمين وكلهم كل الاحترام والاعتزاز، صار يمكن اكو هفوه تعرفين يمكن سرعه التصرف، لكن بالتالي ادى الى منعي 3 سنوات ورجعت انا انطيت مبرراتي واسبابي وهذا الموضوع الغي. الغي عندما كان هنالك جلسه ما بيني وما بين مدير دائره السينما المسرح وما بين المختصين الغي تماما اطلاقا. انا بهذا الموسم اللي مضى كل الاعمال المسرحيه اللي تعرض على في العراق باستثناء عمل يمكن واحد ما اتصلوا بي، كل الاعمال متصله اتصلت بي اكون متواجد. لحد البارحه انا مدير المسارح العراقيه الاستاذ فلاح ابراهيم اتصل بي ومتواصلين ابدا. زين بس